يواصل الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتحتدم المنافسة بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليجدار أوغلو. وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدما بأربع نقاط مئوية على كمال كليجدار أوغلو، ويحق لأكثر من 64 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. ولمتابعة سير عملية التصويت ينضم لنا الآن من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. محمد أهلا بك معنا، نتابع معك الإقبال على التصويت في المركز الانتخابي حيث أنت متواجد الآن. الإقبال جيد جدا حتى هذه اللحظة، ويشي بتحقيق نسبة ربما تكون قياسية أخرى في عملية التصويت وإقبال الناخبين الأتراك على المشاركة في عملية الاقتراع. منذ أن فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 8 من صباح هذا اليوم شهدنا أعداد كبيرة تتوافد إلى هذا المركز حيث نتواجد في مدينة اسطنبول، وحتى من كبار السن بعضهم كان يحتاج إلى المساعدة للإدلاء بأصواتهم من قبيل حمله ونقله إلى قاعة الاقتراع، وبعضهم كان من المرضى وذوي الهمم. لذلك هذا يشي يعني عملية الإصرار لدى المواطنين الأتراك والثقة التي يولونها بالعملية الديمقراطية وبنتائجها عموما. لذلك نتوقع عند إغلاق صناديق الاقتراع في 5 من مساء هذا اليوم أن تكون نسبة المشاركة جيدة جدا، وبالتالي يحقق كلا المرشحين رغبتهما في أن يدلي الأتراك بأصواتهم بكثافة في هذه العملية. لماذا ذهب الأتراك إلى هذه العملية لهذه الجولة الثانية؟ لأن معلوم بأن نسبة الحسم لم يصل إليها كل من كمال كليجدار أوغلو ومنافسه الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى، لذلك كل منهما يتطلع في هذه الجولة الثانية لحسم النتيجة لصالحه. وأيضا في صناديق الاقتراع التي نشرت هناك ما يقارب من 191 ألف صندوق على مستوى الجمهورية التركية فتحت وتستمر عملية التصويت. كان سبق هذه العملية خلال الأيام القليلة الماضية عملية إدلاء الأتراك في الخارج بأصواتهم، ويوم أمس جلبت آخر صناديق الاقتراع للمواطنين الأتراك في الخارج إلى العاصمة أنقرة. ما تزال تلك الصناديق مغلقة وسيتم فتحها بالتزامن مع فتح هذه الصناديق في الداخل عند 5 من مساء هذا اليوم. من بعدها بحوالي ساعتين تبدأ النتائج الأولية بالظهور تباعا، وسيعرف المواطنون الأتراك أي من المرشحين سيكون رئيسهم لخمس سنوات مقبلة. شكرا لك من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي.